يا جماعة، قليلا هاي سليمة ورا حاطة سماعات وعم تحضر شيء I think أو عم تقرأ شيء، ما بعرف شو الفكرة، بس إنه هي ما كتير سامعة أو هي سامعة بس يعني لازم أحد يصرخ لحتى هي تسمعه. anyway بلشت لكم الفلوج أنا شوي متأخر، ما تسألوني ليش، كنت نايمة كل الوقت بالطيارة، بس نحن هلأ بإسبانيا وإجينا على الأوتيل تحممت، ما روحتوا حالكم أي شيء. أتوقع أنا نسيت كيف بصور فيديو. كان لازم أعمل انترو بالأول. هاي يا جماعة كيفكم؟ فيديو اليوم أنا رح أكون فيه What؟ أنا رح شو؟ أنا مسافرة خلص، أنا بإسبانيا. هاي يا جماعة كيفكم؟ هذا الفيديو رح يكون مصور على أسبوع، نسيت كيف أعمل مقدمة للفيديو، شكرا. وصلتكم الفكرة، اوكي انا باسبانيا، اختي ورا عم تتمكيج وانا هلا بدي اعمل شعري لانه بدنا نطلع اليوم اول يوم لنا باسبانيا، اجينا على الاوتيل. نحن هلا ب وين نحن سليمة؟ وين نحن؟ او ماي جاد، لا انا بعرف ولا انت بتعرفي؟ شو كان اسمها؟ غرناطة؟ غرناطة غرناطة؟ اوكي اوكي، نحن هلا بغرناطة، كنا ب مالقا. شو يعني مالقا بالعربي؟ مالقا؟ مالقا؟ لا لا والله جوجلت حد حيطلع لك ملقى ملقى. المهم نحن كنا بملقا، طيارتنا نزلت بملقا، اخذنا باص اجينا على غرناطة، حنضلنا هون ليله واحده بس. بكره اليوم بدنا نتمشى بالسنتر، بكره بدنا نروح على قصر الحمراء. خلوني بلش بشعري لانه اختي الكبيره راح تذبحنا، هننام بغير غرفه سو يس، لانه انا لسه بدي اعمل شعري والميك اب ويس. اوكي خلصنا الرتوش النهائيه من شعري وبدنا نبلش بالميك اب. سرقت هاي الشنطه من اختي الكبيره واي ثينك حلاقي فيها كل شيء ممكن اني احتاجه بحياتي كلياتها. مرطب درجة الحرارة بإسبانيا 45 سو لازم نحط كثير 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 واقي شمسي. في سان سكرين للشعر، اختراع جدا لطيف، انا ما كنت بعرف اصلا انه موجود بالحياه، بس يس اللي سنتين بستعمله ما بعرف اذا شفت منه نتيجه بس تل بحطه. يا جماعه اجينا على كاتدرائيه، هاي الكاتدرائيه موجوده بالضبط جنب الاوتيل اللي نحن قاعدين فيه، وما كنت متوقعه قديش هاي الكاتدرائيه عن جد بتجنن. خلوني اورجيكم. واو واو ماما ماما شو رأيك بالكاتدرائية؟ كثير حلوة. أنا مصدومة، كيف 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 ممكن هيك شيء يقدر الإنسان إنه يبني تفاصيل؟ أو ماي جاد، صار عندي فضول أعرف هاي الكاتدرائية إمتى بنوها صراحة، لأنه مكان أوفر حلو. اليوم إجينا على قصر الحمراء، هاي ثريا. وين نحن هلا؟ في قصر الحمراء وانا عند القصبه. اه على القصبه، هذا الشيء بيعطونا اياه لحتى يشرحوا لنا عن الاماكن اللي نحن فيها، بس اي جز انا الحد الوحيد اللي عم يسمعه. رمم الاحمر جدران السور القصبه. anyway نحن هلا بقصر الحمراء والمكان بجنن صح؟ بس شو؟ كثير شو؟ كثير شو؟ كثير بشوف المنظر شو حلو. مبدئيا كل ما بتطلع لتحت بدوخ. بيكو
was when the Catholic monarchs took control of several cities in the the color of the houses is usual because with the white. هذا الجرس اللي حاطينه على برج المراقبة هو الجرس اللي كانوا يرنوا إذا في خطر أو في حرب أو شيء. طيب تعال ساعدكم يلا. ثريا هاي هاي. نحن وين هلا؟ سيفيا. سيفيا مو سيفيا يعني اشبيليا. يا اشبيليا اشبيليا اسبانيا. شفنا هدول الأحسنة وهلأ قررنا ناخد جولة نص ساعة بشي واحد منهم. رح نقسم نصين، النص رح يروح يتفشى والنص الثاني رح يركب على الحصان، أو فعليا ما رح نركب على الحصان، رح نركب على هدول. ثريا حتركبي على الحصان؟ نعم. بعطيك الحصان؟ ماما؟ فتنا على قصر إشبيليا. هذا القصر بنوه المسلمين أيام الفتوحات الإسلامية. شوفوا ما أحلى. وهلا بنفوت على القصر من جوا. هاي ماما. حلو القصر؟ بجنن. اي احلى، هاد ولا اللي كنا فيه بغرناطة؟ لا القصر الحمراء احلى. القصر الحمراء احلى. اوكي سو هذا هو الاوتيل يلي اختي حجزت لي اياه. صراحه اغرب مكان فوت عليه بحياتي. سو خلوني بس اشرح لكم الفكره شوي.
الفكرة إنه كل واحد عنده كبسولة ينام فيها، أوكي؟ في عندكم كبسولة فوق وكبسولة تحت، حاسة حالي عايشة بالمستقبل. نحنا هاي هي الكبسولة تبعنا رقم 13. هاي هيك بس ليتسكر باب الكبسولة بدكم تحطوا الكرت هون لحتى يفتح الباب. وهيك شكل الغرفة من جوا. طلعوا احكوا لي ما بتحسوا حالكم عايشين بالمستقبل؟ شو الاماكن الغريبة اللي عم تشوفها من اول ما اجيت على هاي الصخرة؟ وهون على جنب عنا خزانة، كمان بدها كرت لحتى تفتح. هون حاطين لنا مناشف، وفي مسكة للبي اس 5 للبلاي ستيشن 5 جوا بهذا الكيس، لانه تحت في مكان للجيمينج بنقدر انه نلعب فيه. للاسف انا ما بعرف العب بس لساعدي. وهي هي الخزانة تبعتنا. وهون في كبسولة تحت، ما بعرف صراحة هاي لمين، بس ما رح اصور وشكله ما في حدا جوا صراحة. بس وهون كمان في كبسولات رقم 11. والله هذا اغرب مكان بشوفه بحياتي. شو جابنا لهون؟ في عنا هذا الحمام، حمام مشترك للناس اللي موجودة. هاي المراية عليها الساعة والتاريخ. لا بس نحنا ما لنا واحد واحد، اوكي يمكن ما ننصح بس ما علينا. كل ما مر من جنب هاي الزبالة بنقص. هلا بطلت تفتح؟ اوكي. كل ما بمرق من جنبها بتفتح، وبعدين بتعد لحالها للخمسة وبتسكر. اوكي هلا خلوني اوريكم من جوا. سعنا هاي الكبسة حتى نشغل هذا الضوء. عم حاول استوعب كيف بيتشغل الضوء الكبير. لحظة اشوف هذا ضوء المراية، شكلي خرافي. اوكي وهذا ايوه. اوكي هاي هي الكبسة، وهي الساعة. الساعة هلا 6:12، الساعة كمان ما انا 6:12. اليوم 2 والتاريخ 26. ماما اليوم 26 الشهر شي؟ 25. لا اليوم 25 الشهر. درجة الحرارة 23. الله أعلم إذا صح الحكي. هون فينا بالشنطة اللي ورجيتكم إياها قبل حاطين لنا سماعات، أتوقع هون فينا نحطهم. هون فينا نشحن الموبايل. هون في جكة، وهاي للسيف. ما بعرف كيف فينا نفتحها بس أوكي. هون حاطين لنا سناكس. واو وهذا هو التلفزيون تبعنا. في ريموت كنترول كمان بالشنطة اللي ورجتكم اياها. يا جماعة الاوتيل فيه جيمينج زون، انتم متخيلين؟ هذول كلياتهم الكمبيوترات فينا نقعد نلعب فيهم قد ما بدنا. اوتيل فيه جيمينج زون، اتوقع انا بالجنة.